من حوالي سنتين اتعرض احدث عمل درامي عن الشيطان، وهو مسلسل وعد ابليس اللي فكرته قايمه عن عقد ما بين الانسان والشيطان. الحرب الابديه ما بين الخير والشر، بين الانسان والشيطان، الحرب اللي بدات من يوم ما ربنا خلق سيدنا ادم وطرد الشيطان من رحمته، مع وعد ابليس بالشر المطلق لذريه ادم بالكامل. وبدات الحرب، بينتصر علينا هو مره واحنا بننتصر عليه مره، وكان السبب في اول جريمه قتل بين قابيل وهابيل اللي هو الشيطان. وعشان القصه دي هي اول واهم قصه خير وشر عرفها الانسان، فكان طبيعي ان الفن والادب يهتموا بيها جدا ويحاولوا يعملوها في اعمال كتير بمعالجات مختلفه بقى. وده يخلينا نحط الاعمال الفنيه اللي تناولت الشيطان في اللوب. تقدر تقول ان اول عمل ادبي اتعمل عن الشيطان كان نص مسرحي اسمه فاوست، كتبه المؤلف يوهان جوتينج، واللي كان بيحكي عن عالم عاوز يوصل للمعرفه الكامله وياخد كل ملذات الدنيا، ويبقى الحل الوحيد قدامه انه يعمل عقد مع الشيطان فياخد كل اللي عاوزه في الدنيا مقابل انه يبيع له روحه ويعيش معاه في الجحيم الابدي. لكن العالم بيفوق في النهايه وبيحاول انه يدمر العقد ده. اتعمل النص ده في مسرحيات كتير، ومن المانيا لف اوروبا كلها، واتعمل في مصر على مسرح يوسف بيك وهبي، واللي قدم مسرحيه اسمها الشيطان، ومع نجاحها قرر انه يعملها في فيلم هيبقى اسمه سفير جهنم. غالبا يعني هتلاقي حد من عيلتك لو كان كبير في السن بيخاف من الفيلم ده لحد النهارده، الفيلم اللي كان فيه يوسف وهبي شبه نيكولاس كيدج قوي وهو عامل فيها برضه دراكولا. الفيلم من انتاج سنه 1945، بيتكلم عن عيله فقيره بيطلع لهم الشيطان في شكل انسان عشان يهويهم بالفلوس مقابل انهم يبعدوا عن طريق ربنا. الفيلم كان جميل، بس مشكلته ان الكلام كان لازم يبقى اخره وزن وقافية، والاداء كان معظمه مسرحي لان ده طبيعه العصر في الوقت ده، ولا كان الاداء ده طالع من فريق الفلاحين في قصر الثقافه. فتلاقي استاذ يوسف وهبي التجلي واخده بيقول له كفرت في نصيبك في الدنيا فدلوقتي هتاخد، وما نعرفش كان قصده فيه. بعدها بعشر سنين اتعمل فيلم تاني كان بيتكلم عن الشيطان، وهو فيلم موعد مع ابليس بطوله محمود المليجي وزكي رستم. والفيلم ده كان من العظمه ان انا لو اتعرض عليا الباتشينو روبرت دينيرو برضه اختار محمود المليجي وزكي رستم. الفيلم كان معركة تمثيلية بين الاثنين، محمود المليجي في دور الشيطان وزكي رستم في الشخص اللي بيتم إغواءه، والاثنين قدموا أداء عالمي. لكن الفيلم برضو كان فيه أداء شبه مفتعل لو قسناه بمقاييسنا في الوقت الحالي، وبرضو كانت الكروم والتكنولوجيا في وقتها مش اللي هي يعني. بعدها بسنين اتقدم ثالث عمل عن الشيطان، والمرة دي يعمله البرنس عادل أدهم، والفيلم كان اسمه المرأة التي غلبت الشيطان. أهي دي أول واحدة تكسب الشيطان، وما تسألنيش غلبته إزاي. أنا مشكلتي مع الفيلم ده ان صورته كانت صعبه قوي، يعني مش عارف الاقيه بجوده كويسه على اي موقع. معرفش هل ده بقى تكتيم منصات ولا الاستاذ موفقوش ومش عارف صور بكاميرا نوعها ايه بالظبط، شكله صور ببوتاجاز. الفيلم كان بيتكلم عن خدامه قبيحه الشكل، فبيظهر لها الشيطان عشان يعمل معاه مقابل انه يعيشها جميله ويعيشها ملكه بعد ما كانت خدامه قبيحه، لكنها في الاخر بتتوب وبترجع لربنا وبتموت على سجاده الصلاه. وفي فيلم اندر ريتد جدا ومش واخد حقه الحقيقه، اسمه اختفاء جعفر المصري للعظيم نور الشريف، اللي كان عامل دور الشيطان فيه كان حسين فهم. اما اخر مره تقدم فيها دور الشيطان في السينما فكان من نصيب الرائع استاذ خالد صالح في الفيلم الاشهر الريس عمر حرب، واللي قدم شخصيه محيره. فانت ما تقدرش تقول ان شخصيه خالد صاوي في الفيلم كانت بترمز للشيطان ولا الدنيا بمغرياتها الكتير. غالبا اللي كان عامل دور الشيطان في الفيلم ده كان سمى الخشاب. وبرغم تقديم الشيطان على كل المراحل الزمنيه المختلفه، لكن كل الممثلين اللي فيه عملوه بشكل مختلف جدا، والموضوع ما وقفش بس عند السينما المصريه، اتقدم في هوليوود كتير جدا. رغم ان خلينا يعني نتكلم بصراحه، المجتمعات بره مش متدينه قوي، وكتير بيعتبر ان الشيطان مجرد خرافه، لكنه الهم الكثير من افلام هوليوود. وبقينا نشوف في افلام ان الشيطان ممكن عادي تعمله واحده ست شيطانه، يعني تبقى شيطانه 10/10، وافلام زي جوست رايدر، كونستانتين، وانجل هارت. لكن اجمد واحد قدم دور الشيطان في هوليوود كان الرائع العظيم الاسطوري الباتشينو في فيلم محامي الشيطان او ديفل افوكاتو، وهو بيحكي عن ابليس اللي عنده ابن بشري، والابن ده بيشتغل محامي، واللي قدم دوره كان كيانو ريفز. فالشيطان بيغوي المحامي عشان يسافر معاه مدينه نيويورك، واللي كان بيرمز ليها على انها جهنم. تخيل يا اخي، نيويورك وجهنم، امال جمصه تبقى ايه؟ في الفيلم ده
الباتشينو بيقدم مونولوج يمكن يكون من أعظم المونولوجات في تاريخ السينما. بس نصيحة، لو هتشوفه تنطق الشهادة لأنك ممكن تخرج من الملة ساعات، مرة قبل ومرة بعد. ومن السينما نروح للدراما، واللي قلت لك في أول الحلقة خالص إن أحدث عمل اتقدم عن الشيطان هو وعد إبليس، المسلسل اللي كان من بطولة عمرو يوسف، واللي قام بدور الشيطان هو النجم فتحي عبد الوهاب. الغريب إن اللي ألف وأخرج المسلسل ده كانوا أجانب، ما كانوش عرب. ما تفهمش هما كانوا متعاقدين مع شيطان من مانشستر يونايتد ولا ايه بالظبط. المسلسل للاسف ما كانتش ردود الفعل عليه احسن، ورغم اداء فتحي عبد الوهاب المميز لكن هيقابله منافسه شديده من اللي قدموا نفس الدور في الدراما. ورغم ان الدراما فيها درجه من درجات التحفظ اكتر من السينما، بحكم ان اللي بيشوفها عائلات اطفال واهالي، فمش هتقدر تقدم مونولوج فيه تحدي او كلام شديد مع الذات الالهيه. لكن على الرغم من ده ففي ناس كتير ابدعت في دور الشيطان، على راسهم مثلا جميل جدا اللي قدم دور الشيطان في مسلسل الكعبه المشرفه، اللي هو كان لابس باروكه كده ولابس بنفسجي، معرفش كان لابس بنفسجي ليه بس هو كان كده. والمسلسل اتقدم سنة 81، وهو مسلسل ديني بيحكي عن تاريخ الكعبة من وقت بنائها لحد دلوقتي، واللي بتتحكي عن لسان إبليس المغلول الحاقد على البشر. ولكن هناك اللي جاي ياخد اللقب من فتحي عبد الوهاب وجميرات، وهو عملاق المسلسلات المصرية الدكتور يحيى الفخراني، واللي قدم الدور الأشهر اللي أكيد حضرتك عارفه، مسلسل والنوز، واللي جسد فيه الفخراني دور الشيطان والنوز بس بشكل جديد. الشيطان في مسلسل والنوس كان صاحب وجه طفولي وابتسامة عذبة، وراجل كان مليان وأبا والطال، وده كان شيء جديد عن شكل الشيطان الضمر. والمسلسل لعب على الفكرة نفسية جديدة، وهي حرب التوبة مش الإقناع. شخصية الشيطان في النهاية شخصية صعبة ومعقدة. كل الأسماء اللي أنا ذكرتها في الحلقة دي أسماء كبيرة جدا لممثلين عظام، وكل واحد فيهم قدم الشخصية بطريقته ومنظوره. سواء بقى أنت اختلفت معايا في اللي عجبك واللي ما عجبكش، أو في فكرة تناول الشيطان نفسه، لكنها بتفضل من أمتع الشخصيات اللي ممكن ممثل يلعبها. وأتمنى لو اتعمل دور عن الشيطان في المستقبل وبيدوروا عن ممثل عظيم يعمله، فأنا متفرغ حاليا ولابس القميص الأحمر وعاوز أكل كتير زي الحاجات اللي تبدأ قدام الشيطان. انا زاهد، انا احسن منه، بتعمل فيا كده ليه؟ وما تنسيش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير.